مدينة في القلب تلة. عافاكم، شوفوا لنا شي حل. حنا الوالدين ديالنا مرادين وكيعانيو بزاف، وحنا كنعانيو بزاف ومقهورين، ما عرفناش شنو غادي نديرو. عافاكم الا ما حلوش، شوفوا من حالنا، راه حنا كنعانيو بزاف. كاينين اللي ولادهم كيستناوهم، كاينين اللي والديهم مرادين، انا والد ديالي مريض وبغيت نخرج نشوفو. المهم الفيديوهات ديال النساء راه موجودين بزاف عندي انا. السلام الله عليكم الاخوان الاخوات، معكم عثمان برسونة من جديد في موضوع جديد. خوتي وزاتي كما العاده نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اخوان والاخوات اللي كيشاهدونا لاول مره، ما تنساوش تجيو معنا القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي هذا الفيديو بزاف ديال الناس كيسولوني، يعني كاين اللي كيسول على التحاليل، كاين اللي كيسول على الرحله ديال الطيران، الوقت ديال التحاليل. المهم واحد السيده كانت عالقه هنا في برشلونه من المغرب، قفل الحدود ديالو، يعني مشات المليليه، قالت باللي راه المليليه راه داخل المغرب، راه ما غاديش يكون مشكل، غادي يخرجوا غير على رجلانا. المهم هاد السيده هادي بقات عالقه لمده ديال اكثر من 4 شهور في المليليه، واليوم سافرت من مليلي. هاد السيده عندها فيزا من مليليه لمالاكا، ومن مالاكا شدت الطياره من مالاكا للرباط، وغادي تعاودنا. عملت واحد الفيديو يعني بغات باش الناس يشوفوا المعاناه ويشوفوا شحال ديال المخسور باش الانسان راه في الباب وخصو يضرب هاد الدوره هادي كامله، وهاد المخسور هذا كامل، وهذا الشيء هذا كامل جوابا على السيد العثماني رئيس الحكومه المغربيه اللي قراه اللي في الجهد ديالو راه عملوه. نخليكم مع هذا الفيديو، ربما تعقلوا معايا واحد الفيديو كنا نزلناه شحال هذه هذه السيده هذه، يعني عملت واحد الفيديو من الحدود بين سبته وبين عفوا بين مليليه والمغرب. نخليكم مع واحد المقطع صغير باش تعرفوا شكون، وباش تعرفوا يعني باش تعرفوا المعاناه اللي عانوا هاد الناس. كاينه بزاف كان عندهم الفيزا وقاموا بهاد العمليه هذه، وغادي يبقاو النساء اللي ما عندهمش الفيزا باينه غادي يبقاو وغادي يدوزوا حتى هاد العيد الكبير، لان ما كنسمعوا عليهم حتى شي حاجه، حتى شي واحد ما كيهضر عليهم لا في البرلمان ولا حكومه ولا هذا ولا حتى شي حاجه. خرجوا واحد النسبه قليله ديال الناس من سبته ومليليه، وخلاو تما واحد 60-70% بقاو تما، والاغلبيه بقاو نساء يعني كبارات في السن عندهم امراض مزمنه كيسكنوا غير في الخزاين، بقاو تما اطفال رضع، بقاو يعني الناس دخلوا غير يشريوا شي دواء ولا يقضيوا شي حاجه ولا هذا، بقاو حاصلين، لقاو راسهم حاصلين المده ديال 5 شهور. دابا خليكم معايا غادي نوريكم يعني المعاناه ديال هاد الناس والقرب اللي كاين، وما غادي يخسروا حتى شي حاجه، بامكانهم يخرجوا على رجليهم. وكنشوفوا باللي السيده خسرت اكثر من 1000 الاورو، اكثر من 1000 الاورو، يعني كانت غادي تخرج غير على رجليها وتشد طاكسي ولا يجي شي واحد من العائله ديالها موراها ولا هذا، وما المخسور كان غادي يكون واحد 50000 فرانك ولا حتى 1000 درهم كاع، ولكن هنا المخسور فات 1000 الاورو. هادشي غادي تعاودوا لكم هي، يعني هي شخصيا غادي تعاود لكم هادشي هذا باش تعرفوا يعني هاد القرارات اللي اتخذت الحكومه ديالنا يعني غير صائبه، يعني وقرارات اللي ما رضات حتى شي واحد. خليكم مع باش تفكروا هاد السيده هادي. السلام عليكم. انا جيت في هاد الوقيته بالضبط باش تشوفوا، لحقاش كيكون باين بزاف في الظلمه اكثر من النهار. هاد الشيء اللي كتشوفوا غرياج اللي دايز ما بين مليليا المغرب، هو هذاك مول الحانوت، يعني هذاك غيكون محمد مول الحانوت مغربي ديالنا، وحنا هنايا محسوبين على اسبانيا. بيناتنا ما عرفش شحال كامل كاع، ما عرفش شحال هادي ما عرفش نحسبها، يمكن خاصني مسطره باش نحسبها مع الكيلومتر، بزاف باش نحسبو. بغيت غير نفهم انا شنو هاد المنكر هذا اللي خارج به السي بوريطا كيهضر وكيقول لك من بعد المعاناه ديالنا ديال 4 شهور والزياده عباد الله، وحنا مكرفسين في هاد البلاد هادي. انا شخصيا كنهضر، ما عندي انا ماشي من غتقول لي انت من الناس اللي جاوا المليليه ما عندهمش الفيزا. انا عندي الفيزا، انا كنت في برشلونه وجيت لهنا، قلت بلادي، قلت نقرب لبلادي، مليليه بلادي، ماشي ديال الصبليون، مليليه بلادي مغربيه، ودخلت المليليه باش على اساس نقرب للمغرب ونكون في المغرب، وبديت جايه. كنت في برشلونه انا بالفيزا ديالي فيها 4 سنين، ماشي شهر ماشي شهرين، ما تشي 3 شهور، عندي 4 سنين ديال الفيزا.
يعني ما عنديش مشكل اني نمشي، ولكن انا تنشوف غير في هذا المنكر هذا اني دابا كاينه هنايا ما بين بلادي بمتروات، وخاصني نرجع حتى لطاليان حتى لجينوا ولا حتى لسيت الفرنسيه. واش هادشي واش يعقل؟ هادشي واش هادشي يعقل؟ راه غير هادشي راه حشومه، راه ما عمرنا نساو فيكم هادشي اللي درتوه، راه عمرنا ما نساو، ما غاديش ننسى انا بعد هاد المعاناه ديالي والله لا نسيتها. حشومه عليكم وعيب عليكم وحق الله العظيم. المهم ما نطولش عليكم، هاد الفيديو راه سبق لكم سمعتوه، ودابا نخليكم يعني تشوفوا بشحال تقام عليها كانت هي في الباب، شحال تقام عليها هادشي. هاد راه السيده عندها الفيزا، عندها فيزا ديال تشينغن ديال الاتحاد الاوروبي، يعني فيها 4 سنين، يعني عندها واحد الحظ انها قدرات تدخل على اسبانيا. اسبانيا ماشي مشكل، تدخل عليها وتخرج عليها ماشي مشكل، ومشات حتى الرباط. والسيده المهم باقا غادي تمشي حتى الاكادير. البي باش تقام عليها غير حتى الرباط، يعني بكل شيء بالبي بكل شيء. نتوما غادي تسمعوا كل شيء بودنيكم، نخليكم يعني هي كتعاود كل شيء ورجعوا سمعوا. السلام اخويا عثمان، لاباس؟ كل شيء مزيان هاني. انا قلت غادي ندير واحد الفيديو من اول خطوه غادي نديرها للمغرب باش تشوفوا التكرفيس وتشوفوا كيفاش كيدوز كل شيء. انا بغيت الناس حتى هما يستافدوا، اللي عنده شي تساؤل نتمنى نكون زعما غادي نقولوا ليه في هذه الرحله هذه المؤلمه ديالي. كنتمنى كل شيء بدا يدوز على خير. اليوم لحد عندي الباطو من مليليا لمالاغا، غادي يكون 7 سوايع تقريبا ديال الطريق ولا 8 سوايع، وغادي نوصل حتى للصباح. هذه التكرفيسه الاولى، ومن بعد فين غادي نوصلوا الثاني غادي نوريك كل شيء. دونك انا دابا في مليليا المغرب، راه هو غير هيها راك تشوفوا فيه دابا، خاصني نضرب ليه دوره حول العالم باش نوصل ليه. كنتمنى الخير لكاع الناس، نتمنى كل شيء تفك من هاد المأساة اللي عشنا في هاد 5 شهور هذه. ممكن ما غاديش نهضر عادي، ولكن ربي اللي عالم على القلوب وعلى داكشي اللي دوزنا. كنتمنى كل شيء يدوز بخير يا رب. يلا الله يعاونك. دابا كاينه في الباطو الناس بداو كيدخلوا، يعني جوج وشي حاجه دابا ديال الليل. غادي يوصل ان شاء الله غدا تقريبا 9 و10 ديال الصباح. المهم ما كاينش شي مشكل كبير، لخاطر الفيزا انا باقا عندي، ولكن المشكله هي انه بنادم جلس بالفيزا اكثر من 3 شهور، نورمالمون خاص 3 شهور ويخرج لواحد الكبار. المهم بقاو كيتشاوروا دوك البوليس، عيطوا على شي حد قالوا لي واش عندك البي، وما عندي البي من مالاغا لكازا بعد غدا. هما يعاودوا عطوني الباسبور وقال لي اوكي ممكن يعني ممكن تدوزي في الباطو. صافي هادشي اللي كاين دابا. يلا الله يعاونكم. صباح الخير، دابا تقريبا 9 ونص ديال الصباح، هادي انا تنسى في مالاغا. صافي دابا غيخرجو الناس دابا، غادي نمشي ندير تحالي دابا نمشي. كنتمنى يكون كلشي مزيان. ليلة في الباخرة وهي في الباب. السلام عليكم. انا دابا وصلت لمالاغا، خاصني ندير التحليله دابا. طلبتهم قلت لهم باش زعما الا قدر في التليفون باش الا قدروا يديروها ليا في نفس النهار، دونك غادي نشوف ما شنو غادي يديروا ويكون خير ان شاء الله. باش ما كان نقول لكم اش ممكن. السلام عليكم، انا خديت دابا درت التحاليل، خداو ليا العينه. بصراحه كنت كنسمع بلي شويه صعيب التيست وكيحرقوا بزاف ديال الحوايج، ما حسيتش بوالو نهائيا، يعني يدها خفيفه السيده بزاف. خداو ليا الدم، خداو ليا داروا التحليله كيديروا ديال النيف وديال الفم، كيديروا لك هذاك العود اللي كيدار في النيف بجوج البلايص، وواحد اخر كيديروا في الفم، وعاد التحليله ديال الدم. دونك قالوا لي بلي غادي يخرجوا عليا في نفس النهار، كنتمنى يكون خير. صافي هادشي اللي غنقدر نقول لكم دابا. بالنسبه للثمن خلصت 200 اورو تقريبا، المهم شي صرف قليل اللي ردات ليا هي هذيك 200 اورو في التحليله كامله، يعني كلهم جوج تحليلات ولا ثلاثه شحال كيحسبوا ما عرفتش شحال وحده، فهم خلصت ليهم تقريبا 200 اورو. تحليله 200 اورو. السلام عليكم. هنايا انا خديت دابا التحليله داكشي على حسب تقريبا خديتها، يعني في نص النهار درتها في الصباح، خديتها في الربعة ديال العشيه. المهم كلشي داز مزيان الحمد لله، النتيجه خرجات مزيانه. صافي هادشي اللي كاين، سمحوا لي انا راه ممكن صوتي ما كيتسمعش لكم مزيان، حقاش
شويه مع الاعصاب تمشى لي الصوت كله. كنتمنى يكون خير. يا الله الله يعاونكم. السلام عليكم خويا عثمان، لاباس؟ كلشي مزيان. بغيت نقول لك انا الحمد لله وصلت بخير وعلى خير. كل ليا ودقديقه وداكشي كامل كيرجع على الواحد عشي. يعني انا واحد ليا بغيت غير واحد الراحه فين كتدخل بحال كي كل واحد ما عرفش عقلو خدام ولا شي حاجه يلاه كيرتاح. نقول لك راه وصلت بخير وعلى خير. انا دابا كنا في الرباط، ما غاديش نمشي لاكادير حتى نتسارح واحد النهار ولا جوج هنا في الدار، وان شاء الله غادي نمشي لاكادير غدا ولا بعد غدا. بغيت نقول لك بلا زعما داكشي كلشي داز عادي، ماشي مزيان وماشي خايب. المهم راك عارف الطريق والسفر، ودابا كاين شويه ديال الصحان زايد، كاين شويه ديال الروينه زايده، ولكن الحمد لله. بالنسبه للتحاليل كياخذوا من عندك في المطار مع الباجاج، يعني فين كتدفع الباجاج كياخذوهم كيشوفوهم، فين كيلقاوهم عاديين ما فيهم حتى مشكله كيرجعوهم لك. وكتعاودي تطلعي في الطياره، وفين كتوصلي للمغرب كياخذوهم، يعني البوليس كياخذوهم كيبقاو عندهم. هذه حاجه. شنو اخر؟ بالنسبه للطياره كيعطيوك واحد الورقه كتعمريها في الطياره، فين منين جيتي، فين ساكنه، فين غاديه، واش كنتي ديجا في شينوا في هذه المشكله هذه ولا ما يعني زرتيها ولا لا، واش عندك اعراض، واش المهم كاين واحد الورقه كتعطى خاصه دابا في الكو. المهم انا اللي بغيت غير من الناس اللي كيسمعوا الله يعطيكم الصبر، ما تخلاوش على دوك الناس مساكين اللي باقيين راه حالتهم حاله والله العظيم. شوفوا شافونا حنا خرجوا راه غير البكا هاد الناس، راه صوتي انا غادي يبان لكم راه غير البكا غير البكا. هما كيبكيو حنا كنبكيو، راه حنا ولفناهم وكنشوفوهم مساكن مضرين بزاف، يعني ما عرفناش هاد الفرونتير واش غتحل ولا لا. حاولوا تبارطاجيو هادشي زعما يوصل للناس اللي مسؤولين باش يعرفوا بلي راه والله الا كاينه واحد المراه عندها جوج توليين مخليهم في المغرب عندهم غير 4 شهور، غير حطوا غير بلاص ناري بلا نهار. هادشي كيحمقني. واش تخيلوا دري عنده 4 شهور، تخيلوا غير واحد هي راه جوج دخلات مسكينه تاخذ ليهم غير الدواء وحلات. الله يعطيكم السر الله يعطيكم السر. ما يعني تعاطفوا مع هاد الناس هادو، ولا كان شي مسؤول كيسمع عافاكم الله يعطيكم السر. ما خلاو مساكن باش طلبوكم وباش طلبناكم كاملين. حاولوا تديروا شي حاجه مع هاد الناس، راه ما خلاو ما داروا. راه ما فهمتش انا شنو اللغه خصنا نهضر معاكم بها. طلبناكم واش نديروا كثر؟ حلوا على دوك الناس مساكن راه ما عندهم شحال، الا كاين شي مشكل حلوه مع بعضياتكم، ولكن ما تدخلوناش حنايا فيه كطرف. ما زويناش انه تدخلوا الناس، خرجوا هذوك الناس وسدوا دوك الفرونتيرا ولا ديروا فيها اللي بغيتوا. هذيك المساله كتعلق بكم نتوما، ادرا نتوما عارفين علاش ولا كيفاش. يا دوك الناس ما يبقوش في الوسط مساكن، ما عينهم لهنا ما عينهم لهنا. راه كاينين الناس والله الا مضرين، وشافونا خرجنا راه مرضو مساكن. حاولوا عافاكم ديروا شي حاجه. السلام عليكم. بغيت غير نقول لكم تقريبا واحد الفكره على الفواياج بشحال كيطلع. المهم من ديليا لمالاكا 50 اورو ديال الباطو، من مالاكا درت هذيك الساعه تيست 200 اورو، عاد من مالاكا لكازابلانكا البيه تقريبا بالباجاج طلع جايه 1000 اورو تسمينه. عاد الطاكسيات هذيك الليله لوطيل على حساب كل واحد والامكانيات ديالو شحال غيشد لوطيل، الماكله يعني خاصك ما تاكل هذاك النهار، طاكسيات حتى هما تقريبا 20 اورو للمطار والبلاصه من البور للبلاصه ديال التحاليل. يعني المهم راه غادي تطلع بواحد المليون ونص هكذاك فيها كلشي، مليون ونص تقريبا جايه المليون ونص اللي غادي يطلع الفواياج. غير من انا بالنسبه ليا غير من مليليا لكازابلانكا، وانا في مليليا راه كنت وريتكم راه بيناتنا يعني حيط واحد ماشي غير باب يتحل، وبنادم غادي يخرج على رجليه ما غيحتاج لا ترونسبور لا باطو لا طياره لا والو. تسنينا قلنا لا ما تكون شي حاجه ما كانش ميمكنش غادي نبقاو ثاني مغامره اكثر، عاود درت اللي خصي دار وجيت وصافي. ولكن الناس باقين واحلين بزاف بزاف تما، كي ما عندهمش الفيزا مسك الله يكون في العوان ديالهم. وعاد كاين واحد النوع اللي واخا عنده الفيزا ما يقدرش على هاد المصاريف لحقاش ما بقى عنده والو. والله حتى هاد الحكومه خاصها تستخدم الثقاله ديالها. تقريبا وحنايا هنا وما لقاونا حتى شي حل.
سمنا هنايا وعيدنا عيد الصغير هنايا وعيد الاضحى على الابواب. انا عندي بنتي صغيره خليتها في المغرب غير راسي اللي كيقابلها، كيفاش غادي نديروا دابا؟ كاع لقاو لهم الحل، حنا ما كنطلبوش شي حاجه كبيره، حنايا كنطلبوا غير تحل علينا فرونتينا نمشيو غير على رجلنا، حنايا ما كنطلبوا لا باخيرات ولا طائرات، حنايا عندنا غير باب وحده. تماما، شكرا لالا وعلى سلامتك. كما سمعتوا يعني الرحله من مليليا الباب دور 1500 الاورو، مليون ونص تقريبا. فحكومه عندنا هذه كتخطط وكتفكر مزيان وكتفكر في المواطن وكتفكر في جيب المواطن. احنا شفنا يعني علاقه بهذا الموضوع وهذا الشيء وهذا الدوران هذا، شفنا عنده علاقه يعني بالشركه ديال الطيران بالخطوط الجويه المغربيه، وهذا الشيء هذا كامل اخوتي عنده علاقه بهذا الموضوع هذا ديال رويال ماروك ديال، واللي كيقول لارام تتخلى عن مئات المستخدمين والربابنة بسبب ازمه كوفيد 19. قال لك مرت شركة الخطوط الملكية المغربية إلى مرحلة التصريح الاقتصادي لأسباب اقتصادية بعد المرحلة الأولى للمغادرة الطوعية المفعلة لتطوير تداعيات أزمة الكوفيد، وقررت شركة لارام في اجتماع لمجلسها الإداري في غياب ممثل الاتحاد المغربي للشغل والربابنة بشكل رسمي تسريح 750 مستخدما من بينهم 150 ربانا، ويتضمن برنامج تسريح اقتصادي وفقا لمصادر جريدة إسبريس الإلكترونية التخلي عن 880 وظيفة لإنقاذ الشركة من الإفلاس بسبب تداعيات الأزمة، المرتقب أن تستمر طيلة الثلاث سنوات المقبلة. بلا ما نقرأ عليكم الخبر كامل أنا غادي ننزل لكم، المهم الخبر هو هذا، يعني عنده علاقة بهذا غلاء الأسعار ديال التذاكر أخوتي وهذا البرمجة وهذا القرارات وهذا الشيء هذا كامل. يعني المهم هو الشركة المغربية للطيران كثر من الناس اللي عالقين في سبتة ومليلية، واللي ربما نخلي لكم واحد الفيديو قصير لأن ما يمكنش أخوتي نخليو هاد الناس هادو يدوزوا العيد الكبير وهاد العواشر. يعني عينا ما نطلبوا منكم البارتاج، لأن شو هاد السيدة اللي عاودت تقام عليها، هادي سيدة ميسورة الحمد لله، يعني تقام عليها البي 1500 الاورو، الباب ها هي كانت تخرج ربما 100 الاورو حتى 200 الاورو حتى فين الرباط ولا هذا، خلصت 1500 الاورو. هاد الناس هادو راه ما عندهم لا فيزا وما عندهم لا فلوس باش يخلصوا. ايوا كاين مشكل تما، وهاد الناس كي صافي نستمعوا عليهم نخليهم تما. المهم لابد نخليكم مع واحد المقطع صغير مع هاد الناس هادو اللي كيطالبوا كيطالبونا حنا كاملين اننا نوقفوا معاهم، حنا كمغاربه نوقفوا معاهم بالبارطاج، نوصلوا الصوت ديالهم، يعني نبارطاجيو هادشي ديالهم ونوصلوا الصوت ديالهم باش يكون لهم حل يعني في اسرع وقت، بحال اللي شتو كيما بغاو يلقاو الحل. هاد الاخوات ديالنا العاملات ديال الفراوله لقاو لهم الحل في 24 ساعه، حتى هادو لقاو لهم الحل. شوفوا شي طريقه بحال اللي قال ديك السيده هذاك الشيء الشغل ديالهم الحدود يشدوها ولا هذا ولا ديك الشيء، كتبقى سياسه بين الدول على المواطن، لا ما يمكنش يركبوا عليه هاد الامور بحال هذه. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على الطائره ديال من هنا من برشلونه والعمليه وهذا، واحد السيد اليوم عاد مشى في العربيه حتى هو خلص 230 الاورو ديال التحليله، واحد نخليكم مع واحد هذا يعني كتابه كتب معايا مسكين حتى هو هنيه عليه وعلى سلامته. هانتوما دار هذا الحوار قصير بيناتنا وما نخليكم في الصورة، هانتوما شو اخوتي كلشي بعينيكم، يعني وقفوا الفيديو وقراو هادشي. الناس اللي كيسولوني على بزاف الناس كيسولوني على واش تيونو ولا تيدوس، كيسولوني على التحليلة شحال ديال الوقت، هادشي اللي جاوبني هاد السيد، هادشي اللي عندي انا. ونخليكم مع واحد المقطع صغير، هاد النساء عفاكم هو نخليه هو في الاخر، يعني بارطاجيو ونوقفوا مع هاد النساء مساكن اللي عندهم اطفال رضع اللي ما يمكنش يا خوتي على الاقل باقي هاد 10 ايام ديال العواشر ما يمكنش يدوزوا العيد تما. عليكم حنا متواجدين في مدينه تله، عافاكم شوفوا لنا شي حل، حنا الوالدين ديالنا مرادين وكيعانيو بزاف وحنا كنعانيو بزاف ومقهورين ما عرفناش شنو غادي نديروا، عافاكم الا ما حلوش شوفوا من حالنا
راه حنا كنعانيو بزاف، كاينين اللي ولادهم كيسناوهم، كاينين اللي والديهم مريضين، انا والد ديالي مريض وبغيت نخرج نشوف. المهم الفيديوهات ديال هاد النساء راه موجودين بزاف عندي انا، نشوفوا من حالنا. كاين الناس ديال الخليج، ديال تركيا، ديال الامريكان، ديال الصين. اتصلت بيا واحد السيده، واحد السيده والزوج ديالها والاطفال ديالهم عالقين في الصين. عملوا لي واحد، كاين عندهم واحد اوديو طويل، ولان صافي بحال اللي ما بقى عندهم ساكن والو، طلبت منهم انني نعمل ديك اوديو ديالهم، وهذا باش المغاربه يساعدوهم، يعني بالنفس اللي فينا حنا المغاربه والله ما قبلوا مساكن. وسيد العثماني كيقولنا بلي راه كلشي محلول، راه المشاكل كلها محلوله. خوتي ما نطولش عليكم، تهلاو لي فراسكم، لايكات، البارطاج، أمسية سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو آخر إن شاء الله غدا إن شاء الله. تهلاو لي فراسكم.